تفضل شيخ. يلا مرة أخرى، نحن الآن داخل في عمق المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عمقها قريبا من المسجد. هذا هو المسجد. طيب الآن في عهد سيدنا عثمان، قلت سيدنا عثمان استحدث محراب، يعني المحراب الذي العثماني، ليس نسبة العثمانيين وإنما إلى عثمان بن عفان، هو الذي تحت القبلة بينها قبة المحراب. طيب القبة الخضراء العالم بأسره يعرف إلى ماذا ترمز. القبة الخضراء ماذا يوجد تحتها؟ يوجد القبور الشريفة الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر. إذن بما لا مجال للشك ولا للجدال ولا للنقاش، هي حجرة أم عائشة. خلاص، هذه أول الحجرات، لأن الهدف هنا في المنطقة هذه أهم شيء أن نفهم أين هي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلت فيها صورة كاملة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. إذن الحجرات هي الإنسان حتى يفهمها جيدا، طبعا الرجال مرشحون أن يفهموها أفضل من النساء. لماذا؟ لأنه ببساطة الرجل لما يدخل من باب السلام يمشي هذا الرواق، هذا الذي بداخل هذا الجدار الذي ترونه، صح؟ يمشي ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقف في ما يسمى بالمواجهة الشريفة، تواجه النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه. طيب الحجرة، يعني المكان الذي نضع عليه أرجلنا لنسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هي حجرة حفصة بنت عمر، أمنا حفصة بنت عمر. إذن هي في يعني داخل ذلك الجدار، ذلك الجدار. طيب خلفها ضيار آل عمر، اللي هي عبد الله سيدنا عمر وعبد الله بن عمر، محدد معروف أخوها وأبوها خلفها سهل، يعني الرجل كي يقف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خلفه موجود، يعني أين يقف؟ هي حفصة، وخلفه مباشرة سيدنا عمر وعبد الله على أرجح الروايات، لأنه كان يقول بأن سيدنا عمر كان يذكر العوالي أصلا أساسا، معلش. طيب الآن بقية الحجرتين هي الآن أنا تحتاج تركيز القبة، لكن دائما ضع المرجع بتاعك والمعيار بتاعك هو القبة الخضراء اللي تحتها حجرة أم عائشة. طيب بالمناسبة قبل ما تبنى حجرة أم عائشة وسودة اللي كانت على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان متزوج بسودة وعائشة لما هاجر المدينة، وين العربة البيضاء هذيك؟ شايفها؟ هذيك دار أبي أيوب الأنصاري، نزل أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم تم ياك، هكذا القصة معروفة، دلوا المتاع وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم رجل مع متاعه. المهم وين كان السيارة الصغيرة، ماشي الكبيرة، السيارة الصغيرة هي واقفة طيب في الزاوية هذيك. خلاص عندما يبنوا له الحجرتين سكن آخر في الثمانينيات، كانت موجودة مكتبة تسمى مكتبة الشيخ الإسلام عارف حكمة وعثمان، فهي كانت في القديم كانت ضاغة بأيوب الأنصار آلة إلى مكتبة ثم أزيلت. طيب هيتبان الآن السيارة أفضل. المهم انتقل إلى حجرة عائشة وسودة. الآن حجرة عائشة هذه عندي، يعني أنا مشيت من باب السلام جاي نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حفصة. ومن بعد الشباك الأخضر، الشباك الأخضر الحجرة الشريفة ما يسمى، نقسمها على إلى أربع مناطق، مربعات، أربع مربعات صغيرة، خمسة هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مساحتها 25 متر مربع، خمسة في خمسة، كل بيت من بيوته خمسة في خمسة. هذا لنعلم أن السعادة الزوجية ليست في الفيلا والمساحة وكذا، وإنما في إيمان. طيب هذا موقفنا هنا، احنا نقف هنا، يقابلنا عائشة، بيت عائشة. خلف عائشة إذا قسمنا الحجرة إلى يعني الشباك هذا إلى أربع مناطق، هنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتزحزح بعد سيدنا عمر نجد
إذا يعني الواحد إذا عطل نجد فراغا، شباك لكن فراغا. هذه دار السيدة سوداء بنت زمعة، وخلفها زينب بنت خزيمة. إذا قسمنا الشباك إلى أربع مناطق، وعيد، عائشة، فاطمة، سوداء، زينب بنت خزيمة. قال بعض العلماء أن سيدنا عيسى بن مريم ستقبض روحه هنا عند سودة بنت زمعة، بمعنى يدفن بعد سيدنا عمر. قيل أنه حتى سيسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ملحمة الكبرى إلى آخره، والعلم عند الله. بمعنى أنه الآن، لأن الناس يقولوا فلما توفيتني كنت أنت الراقب عليهم. نعم، العلماء المفسرين يقولوا توفيتني، يؤولونها رفعتني، يسموها وفاة الرفع، لكن هناك وفاة القبض، والله أعلم. طيب، وأيضا قال بعضهم إذا سلمت على سيدنا عمر استدر كما أنت، هكذا يستدر مباشرة 180 درجة إلى القبلة الحال، فتجد نفسك عند زاوية المسجد. هذه هي مهبط الوحي، أين يعني أوحى الله عز وجل للناقة أن تبرك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. شوف اللطيفة الثانية، رحمة الله بعباده وباليتامى، أن النبي صلى الله عليه وسلم الناقة بركت في أرض طفلين يتيمين في المدينة. الكفيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم نهبها لك يا رسول الله باش يبني يعني المسجد انت، قال لا نشتريها، وإلا خلاص سيتخذها الناس سنة ويتهجموا على أملاك اليتامى بدعوة أن يبنوا مسجد، لا نشتريها. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله طبعا باليتامى، هو أصلا كان يتيما صلى الله عليه وسلم. يلا، إذن بقية الحجرات أين هي؟ سهلة، نعيد، حفصة، عائشة، فاطمة، بقية الحجرات في نفس الخط هكذا، يعني يا ليت لو كنا تزحزح بحيث نريد للناس يشوفوا الحجرات في خط واحد إن شاء الله. إذا عملت زوم للقبة الخضراء، طيب معك، ايوه واضح، خلاص ثبت، كاين نتور كانه نافذه مغلقه، نتور تحت الخيط الذهب، هذا النتور. قيل انه عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ايضا فرصه لنفهم كيف ترتيب القبور الى اخره، النبي صلى الله عليه وسلم دفن وهي سنة حتى في جميع أنحاء العالم، المسلم يدفن على شقه الأيمن، وجهه إلى القبلة هكذا، ورأسه إلى الروضة، ورجله إلى البقيع. خلاص، إذا أنت لما تقف في مواجهتي تسلم وجها لوجه، لكن سيدنا أبو بكر خلفه مع زحزحه جعلوا رأس سيدنا أبو بكر عند منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر جعل رأسه عند منكبي سيدنا أبو بكر. بمعنى أنت لما تقف تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب تقف وجها لوجه، لكن لما تتزحزح لتسلم على خليفة رسول الله يكون تقريبا عند صدره وجهك، وهكذا حتى يفهم الناس هكذا. طيب، هذه أول معلومة. ثاني معلومة، أنه في كم حواجز بيننا وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي؟ ثلاثة. الحاجز الأول هو الشباك، الشباك الأخضر، واضح الناس كله تشاهده. طيب، خلف، إذا فتحت الشباك تجد غطاء أخضر مزكشا مكتوبا بالذهب وكذا، خيطا من ذهب، وقع على جدار خماسي بنا سيدنا عمر ابن عبد العزيز الوالي الأموي، جدار خماسي. أول كان عامله هكذا تقريبا، وبعد خاف أن يطوف الناس حول القبر مثل الكعبة فجعله خماسيا هكذا. بعدين إذا فتحت الجدار الخماسي ستجد جدارا ثالثا، وبداخله القبر الشريفة، والجدار الثالث معني مزقف من كل النواحي، بمعنى يستحيل أن يقول أحد رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي، وإنما المؤكد أنه نعم القبر هو في هذا الاتجاه وتحت النافذة هذه إلى آخره. نعم، فقط ليعلم الناس حتى لا يتعبوا أنفسهم فأن يطلوا يعني ويطلوا من هذه الدائرة اللي في الشباك الأخير. الآن الناس تسأل لماذا بني الجدار الثالث الداخلي من وسقف من كل الجهات حتى من أعلى؟ لأنه بكل بساطة كانت فيه محاولة في التاريخ، محاولة لسرقة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فكان فيه يهوديان من المغرب جاءوا مكتوب هناك دورة مياه.
هذا المبلغ هذا المبلغ الابيض طيب هذا كان فيه يهوديين جاء يزعمون انهم يطلبون العلم فكانوا يحفروا شوف المسافه من تما يحفروا التراب ويضعوها في محفظتهم ومن بعد يرموها في بيتهم حتى اوشكوا ان يسحبوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام لنور الدين زنكي سلطان مملوكي كان يحكم القاهره الممالك قبل العثمانيين يعني طيب فاراه اليهوديان كنا عند المغربي اذا الحجرات في هذا الخط نعم فاعدم هذا السارقان ثم حفر حوالي القبور الشريفة يعني أمتار كثيرة أمتار كثيرة إلى العمق وأداب فيها الرصاص وسقفها من كل النواحي منذ ذلك العهد خلاص إلى يوم القيامة يستحيل واحد رصاص أداب الرصاص يلا الحجرات إذن في هذا الخط ببساطة بقية الحجرات كلها كل النبي صلى الله عليه وسلم كان من عاداته وسنته أنه يصلي الفجر ويمكث في مصلاه يذكر الله إلى شروق الشمس ثم يصلي الشروق ثم يسلم على أبي السلام عليكم السلام واحدة تلو أخرى على لأنه جايين في صف واحد هذا هو الصف ابتداء من حفصة ثم عائشة طبعا سودة هنا وزينب هنا وفاطمة بنته وبقية بقية صحاب الأمهات هنا في نفس في الامتداد والآن خلاص صار الناس يصلون فيها تم المسجد النبوي بساط احمر عاد شايفين حتى ترى الاقواس داخل بعد خلف الروضه في اقواس صح؟ تقريبا نزيد بحجره نزيد 10 امتار يعني خلاص في سهل انتهيت يعني عندكم مسالمه صفيه بنت حويج وهي بنت حاتي الاخ طيب يلا نتوجه الى هذه المنطقه هي اخر لقطه لنشاهد بعض بيوت كبار الصحابه ونفهم على جبريل عليه السلام من اين كان يمر الى اخره يلا بسم الله يلا هذا باب البقيع تخرج من سلام عن الجهه المغربي ويقابله من الجهه الاخرى واضح باب السلام ثم قلنا يلا هذه باب البقيع سمي لانه يقابل البقيع مقبره البقيع الامهات والصحابه 10000 صحابي الى اخره لذلك سمي باب البقيع طيب هذه دار سيدنا عثمان بن عفان الصخر ايوه البيت هذه اللي فيها مصامير من ذهب مداره الكبرى اين هي؟ من هذا العمود الى نحن فيها نحن داخل دار سيدنا عثمان الكبرى من العمود الى العمود من العمود شوف العمود هذا ايوه الان نحن في وسط دار سيدنا عثمان الكبرى هذه الصخر يلا نمشي يعني كان داره كبيره واسعه تنتين ما شاء الله كان اغنى الاغنياء قال بعض الباحثين الان اشتغلوا على الموضوع قوموا ثروة سيدنا عثمان بناء على جيش العسرة التي جهدوا الى اخره فقالوا انه يستطيع ان يشتري شركة بوينغ لصناعة الطائرات ما شاء الله اي نعم كبير يعني اي في الدولار الامريكي كان يستحي منه الملائكة يلا هذا جبريل كان يمر من هنا هذا باب النساء سيدنا عمر قال وددت لو ان النساء يدخلن من هنا انتقل هذا خلاص هنا حد مسجد النبوي القديم هنا كما قلنا هذه كلها أزقة أزقة بيوت صحابة كل هذا حد البقيع خارج المدينة البقيع خارج المدينة كان فيها صور بينها وبين بين البقيع إلى عهد قريب والصور موجودة إلى اليوم في صور ندخل الآن نكتشف بعض بيوت الصحابة الكبار بالداخل إن شاء الله يلا
شفت الجزائريين يا شيخ؟ تفضل قدنا قالوا قدنا الله مبارك. حسب انه وجود الجزائريين قوي شوية يعني بدون كثرة. شوف هنا دار سيدنا خالد عمر بن العاص هنا ما بعرف من دخول من باب الان هذا يسمى باب الى زمان كان بيوت هنا مسجد المسجد النبوي قلت لك في عهدهم كان المسجد القديم هذا من الداخل هذا في المسجد القديم وان الاكواس هذوك ادخل يعني خلف الروضه هيك الروضه تبان منها طيب الان هذه دار سيدنا عمر بن العاص المربع الثاني بعد العمود هذا الثاني والثالث هنا جار خالد بن الوليد دهات دهات مجاورين ما شاء الله طيب المبشر بالجنة سيدنا عبد الرحمن بن عوف هذه إدارة أين سنقف إن شاء الله إن شاء الله توقف عندنا زميل هذاك تسمى محراب التهجد أو دكة التهجد هي الدكانة مرتفعة شوف هنا مرتفعين شوف هذاك الشباب هذاك الموضوع الآن مغطى بالمصحف محراب محراب التهجد تسمى محراب التهجد خلف فاطمة هذا المربع القديم هاوليك باب الرحمة يا أخي شو نعمل في ذلك المكان التقى كان يسكن شيخ البشير ضار أبيه مستأجر ضار ثم اللي كان يلتقي في عام 1332 هجري لمدة شهرين إجا يحج في الإمام بن بديس فكان يلتقيان يقول شيخ البشير كنا نجتمع أنا وشيخ بن بديس نتحدث يعني عن قضية الجزائر بوضوء واحد من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر واحد من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في ذلك المكان هذاك المكان كان باصي نصحاب نقول سيدنا البشير بايم صلى الله عليه وسلم البشير بايم صلى الله عليه وسلم ثم كان لمدة سبحان الله شهرين بعد حج الشيخ بن بديخ لعل سبحان الله رحمة الله عز وجل تنزلت على الجزائر من بعد ذلك اللقاء المبارك 18 سنة من بعد تؤسس جمعية علماء يعني كان خطة كانت عندهم خطة رسموا خطة لي يعني عقود قال أول ما نبدأ نصحح تدين الجزائر البدع هذه والأهواء و و و و و نصحح هذا الأمر ثم ندرسهم لغتهم ثم نبين لهم تاريخهم وهويتهم لأنه الجزائريين أنا ذاك ما كانش عندهم هوية كانوا ضايعين لا تاريخ بالنسبة لهم معلم لا تاريخ ولا لغة ولا دين صحيح ولا شيء فهذا هو الفضل تاع بعض الله عز وجل تاع الإمام بن مديس وإبراهيم على الأمة الجزائريين أن صنعوا لهم هوية مهم جدا فقالهم الجزائر الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا خلاص صنع لهم هوية حل المشكلة ذا من ذكاء الشيخ هو شيخان شيخان ايه شيخان وبركة المدينة وبركة المدينة سبحان الله وبركة المدينة المدينة لها فضل على الجزائر أنا عجبتني هذه الجزئية أنهم كانوا يعني من كثرة انشغالهم بالنقاش كانوا يصلوا الفجر والعشاء بوضع واحد نعم لمدة شهرين لمدة شهر تحسب لي هم منهمكين تماما أبلوا بلاء حسن فيها ها شوف الدليل أنه سبحان الله الجمعية هذه مباركة إلى يومنا هذا من يعني جمعية التي أسست في عهد الاستعماري أنا لا أعرف جمعية أسست في عهد الاستعماري لا زالت في إلى الآن في الجزائر غير هذه جمعية العلماء وجمعية النظافة العطف هذه في الغداء 1905 يعني هذا شوف سبحان الله باركة المدينة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. باب
بعد كختمة لهذه الجولة لاحظت ملاحظة عجيبة، أن ما رأيناه ليس ترتيب المدينة بالشكل الذي رأيناه ليس عبثا. نراجع مع بعض، بدأنا إذا تتذكر من ثقيفة بني ساعدة رحلة، ثم قلنا بئر بضاعة، ثم السوق، وقلنا أنه هذا ضمن صور المدينة مع حدود بداية صور المدينة، ورأينا بقايا باب. طيب، ثم إذن هذا سوق، ثم رأينا أن هناك مصلى الغمامة خارج السوق. طيب، يعني خارج الصور أقصد. ثم رجعنا داخلين، قفلنا داخلين إلى باتجاه المسجد النبوي، وقلنا أن كل المساحة هذه الكبيرة بيوت الصحابة على جنابات المسجد النبوي. قلنا أن المسجد النبوي هو روضة شريفة حاليا، المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو روضة شريفة حاليا، وأنه على جنابتها البيوت والمساكن إلى حدود صور المدينة، وأن البقيع والمصلى خارج المدينة، صح؟ طيب، ما معنى هذا؟ معنى أن المدينة لها حرمتها، هي مجالات، يعني المدينة لها حرمتها، السوق له مجاله وحرمته، ثم البيوت لها حرمتها، والمسجد طبعا هو أولى له حرمته، والموتى لهم حرمته. بقيع هذه الخريطة هذه، وهذا هو البقيع. لاحظ شيئا، إذن ترتيب خارج المدينة، أول ما يدخل الإنسان إلى المدينة يواجهه السوق، ثم البيوت، ثم المسجد، ثم البيوت، ثم الموتى. طبعا بينهما كاين صور المدينة. هذا الترتيب هو نفس ترتيب المدن الإسلامية العتيقة قبل ما يحتلها الاستعمار. خذ مثلا جزائر العاصمة، أو ما يسمى الآن القصبة، حي القصبة، هي المدينة العتيقة، تقريبا نفس، على الأقل هو نفس الترتيب، يعني المجالات مختلفة، السكنات لحالها، والمسجد في الغالب إما يكون في الوسط أو ظهر، المهم، وحوله سكنات، ثم السوق بعد ذلك، ثم الموتى، ما يسمى بالقطار، مقبرة القطار، هي خارج. طيب، لماذا الأبواب؟ لماذا الأبواب؟ حتى في، لماذا نقول باب الوالد، باب الجديد إلى آخره؟ أنا لست مختصا في تاريخ الجزائر، لست مختصا، ياك، كمان أخيات الله يحمو، ولا الأستاذ عمر حاشي إلى آخره، هم أعلم منا، لكن هذه ثقافة عامة، ثقافة عامة. باب الجديد، باب الود، هذا دل حتى في صور قديمة معروفة، دل أنها كانت الجزائر محاطة بصور أيام العهد العثماني، وكذلك المدن التي عرفها، مدينة الميزابية، هادي بنيز، قلنا العطف، غردايا، أي قصر ميزابي، أي مدينة ميزابية، نفس الترتيب بالضبط. تدخل تفتح الباب تجد السوق، بعدين البيوت سكنت، غير أن سكنت في مزاب مثلا هي على جبل، وفي أعلى الجبل المسجد، ثم السكنات من تحت، ثم الموتى خارج السوق، نفس الترتيب. دل هنا هذا الكلام يؤدي بنا إلى فوائد كثيرة. من علم الجزائريين، أصحاب الجزائر العاصمة مزغنة أو تلمسان أو قسنطينة، ياك المدن العتيقة، أو دمشق، أو هذه القاهرة، أو مزاب مثلا، من علمهم؟ هل الصحابة ذهبوا ثم أخذوا ترتيب؟ لا أعتقد. الاحتمال الكبير أن الحجاج لما كانوا يأتوا كانوا يأخذوا هذه الأفكار. هذه النكتة اللطيفة اللي حبيت نشدد عليها، أنه نتمنى أن يكون من بيننا أو في جيلنا حجاج أو معتمرين لا يأتوا فقط يعني يتسوقوا، يرجعوا يعني إلى بلدانهم بسبحات وسجادات وعطور و معنا هذا مشروع وحلال، لكن الأهم يعني ماذا، يرجع إلى بلده بإيمان وتقوى وبأفكار حضارية نهضوية لتطوير البلد. هذه الفكرة، هذه هي الفكرة. الآن الحرمات، الآن طبعا الاستعمار أول ما جاء فكسر، هدم هذه الأشياء، هذا الترتيب في الجزائر مثلا،
فاستبدلها بعمارات. العمارات تسبب المنازل تحتها البقالة. هناك السطح حرمات. فيحدث مشاكل أحيانا الآن في الجزائر، يحدث مشكلات في المجتمع لا نجد لها حل، لا نجد لها تفسيرا أخر، لا نجد لها تفسيرا. لحل هذا هو التفسير، أنه كسرنا الحرمات. غير ممكن أنت تصلي وتسمع التاجر يعني الكاميونات هذيك الشاحنة هذيك اللي يبيع فيها، لا في شيء غير طبيعي. شايف هذه هي الفكرة. الآن في مغاب لماذا حفظ؟ أولا الاستعمار ما قدرش يستبدل السكنات، يبني عمارات في الجبل، فالتضاريس كانت لصالحه. لكن اللغز الذي يبقى لغزا، طبعا عندنا خبراء في علم الاجتماع والعمران مختصين في العمران النزابي، هادو يشرحوا لنا لماذا مثلا السور حفظ عليه. هذه عجيبة، لأن السور هو دلالة الأمن المدينة، حراسة المدينة. كيف الاستعمار قبل بها؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل النزابيون مثلا ولا بعض الجزائريين اللي حافظوا على هذه المدن المصورة الأسوار هذه؟ بعضهم يقول تقوى الله وصدقهم الله طيب نريد تفاسير علمية أكاديمية. هذه هي الفكرة، هذه هي الفكرة. ولعلها آخر فكرة أختم بها، أن العمارة كما ترون، ما قلت حرمة السوق، حرمة المدينة، حرمة السوق، حرمة الموتى، حرمة البيوت، حرمة المسجد، لما قلت هذا الكلام، هذا يؤدي بي إلى أن أقول أن في العمارة الإسلامية فقه، فقه العمارة. لا أدري، لعلني أقول أنه فن يتفرد به المسلمون، فقه العمارة، يعني أن تكون الشريعة مسيرة للعمارة للعمران. أنا الذي أعرف، أنا جاهلا بهذا الأمر في تفاصيله، لكن الذي أنا متأكد منه، عندنا في مصاب مثلا عرف يحكمه ما يسمى بقسمة بأصول الأراضين. هذه أصول الأراضين إبداع لأبي يعقوب يوسف الوجلاني، كيف أن البيوت تبنى بطريقة يكون فيها احترام ومراعاة الحقوق كما جاءت بها الشريعة الإسلامية. مثلا أن لا يرتفع هكذا، يعني سبحان الله في التفاصيل، لا يرتفع البناء إلى حد معين، وحتى بحيث تتخاصم الخصمان، لا انتجأ إلى يعني شيخ من العزابة مثلا على أنه يعني متمكن في هذا هذه الأصول وهذا العرف، يستطيع أن يحكم لأحد على الآخر. يعني القضية بعد تصبح دينية سبحان الله شرعية. هذه هي الفكرة تاعي، أنه الآن أصبح يعني المسلمين تفردوا بهذا، أنه صار العمارة عندهم صارت فقها، فقها. طبعا لها فقهاؤها، لها علماؤها إلى آخره. يلا هذه هي، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.